بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. في ظل العالم المفتوح الآن وفي ظل عبادات يجب أن تكون جماعية علنية مثل الصلاة والحج وإلى غيرها من العبادات التي تعرفها، كيف للإنسان أن تكون له سريرة؟ يحاول أن لا يكون شيء يصنعه في الملأ إلا ويكون له نظير في الخلق. كل شيء يصنعه الإنسان في جلوته يحرص على أن يكون له نظير في خلوته. الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فسر العدل باستواء السريرة والعلانية، والإحسان تكون سريرته أفضل من علانيته. هذه السريرة مبنية على الصدق مع الله. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ينفر المؤمن من الغل على إخوانه والحقد على المسلمين والمؤمنين، حب والحسد يؤمر بالحب. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ليس من المعقول أن نرى فضل الله على أحد فنحسده، كأننا نقول بلسان الحال أن فلانا غير أهل لرحمة الله. الله الذي رحمه أعلم أين يضع رحمته، الله الذي أعطاه ابتلاه. فلا يدخل العبد ما بين الرب وبين عباده، لكن يسأل الله جل وعلا من فضله. الغبطة وعدم تمني زوال ذلك مع حرص العبد على أن الإنسان يسعى في الخيرات وينافس، هذا أمر مشروع. قال موسى: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. نعم، لكن أن يكون في الإنسان في قلبه غل وحسد، لأن هذا يدفع إلى الشرور إلى الآثام، كما وقع عن قتل أحد ابني آدم لأخيه.